كيفكم؟ يعطيكم العافية. اليوم عندنا فيديو جديد بنشرح فيه طريقة عمل سوفت وير لشاشة اندرويد سيارة فيها مشكلة في البلوتوث والواي فاي تفصل على اليوتيوب وهي شغالة. بنعملها سوفت وير. يا ريت تتابعوا الفيديو ولا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة. تابعونا خطوة بخطوة للفيديو عشان تستفيدوا وما يصير عندكم أي أخطاء. في البداية هاي هي الشاشة. نفوت على السيتنج. على السيستم. About. نطلع هون. راح نلاقي هون. Focus. بيكون الاندرويد هون 10. Focus هون شوي. هاي الاندرويد لعند الشاشة. هو 10.1 وهي الاصدار تبعها. هلا احنا بنغير الاصدار ل 11 ونحل مشكله الشبكه الواي فاي والبلوتوث على الشاشه. خليكم معنا تابعوا. بالبدايه في ملف راح ارفق لكم اياه في السوفت وير تبع الشاشه واكتب لكم نوع الاصدار تبعها، راح يكون موجود بالعنوان وبالوصف، والبرنامج اللي بتنزل عن طريقه اللي هو الاس بي تولز. البرنامج هاي البرنامج وهي السوفت وير. بالبدايه بدنا نشغل برنامج اس بي تولز زي ما هو هيك موجود عندكم. بنروح على ملف سكتر وبنختار الملف اللي انا راح اكون مرفقه ملف في الفيديو، راح يكون ملف مباشر. اختار الملف، بيعمل لودنج هون، بيعطيك انه الخيارات هاي كلياتها بتصير عليها سهول. انت هون بالخطوه هاي بتعمل ايش؟ داونلود. طبعا بالبدايه احنا بنكون شابكين الشاشه كيبل يو اس بي للكمبيوتر، بنطفي الشاشه وبنكبس على داونلود، وبعدها مباشرة نشغل الشاشة. إذا لاحظنا على الشاشة عندنا هون شبكت على الكمبيوتر، أعطت الخط الأحمر تحت، هلا بلشت تعمل داونلود للفلاش زي ما احنا شايفين بالعداد الموجود عندنا. في خطوة ضرورية إنك تعملها في حال صار عندك المشكلة، إذا ساوت هاي المشكلة هلا راح أشرح لكم إياها كيف تحلوها. مجرد ما اعطيتها باور للشاشه انك تشغلها راح يعطيك مباشره، راح يبلش السوفت وير. طبعا انا شابكها عن طريق مدخل اليو اس بي بكيبل توصيله للجهاز، الشاشه نفسها بيكون فيها مدخل يو اس بي من المدخل. طبعا هذا النظام السوفت وير والطريقه هاي لكل شاشات الاندرويد. خلينا نتابع ونشوف وهي بتنزل الفلاشه ونشوف كيف التحديث تبعها راح يصير. نشوف اذا عملت المشكله، احيانا بتعمل المشكله في الوسط، فاذا عملتها انا بحكي لكم شو هو الحل. طبعا هنا جينا هيك شاشة هون شاشة سوداء ما بتعطي أي شيء خلال بتضل على نفس الوضعية هاي. هذا الكيبل الوصلة بينها وبين الكمبيوتر، أنا شبكها على الباور سبلاي طبعا 12 فولت، ما زال السوفت وير بينزل. معلش مش طالع اعمل مونتاج للفيديو، راح يكون زي ما هو. هيك هي هون صار 72% 73%. نشوف بس يعني اذا ما عملت مشكله على اصدار الاندرويد. لو عملت المشكله بحكي لكم شو حله. طبعا انا عملت داونلود اونلي،
في الحالة هاي. هلا لما يخلص ل 100% بعطاك مكتمل والعلامة الخضراء وكانت الأمور تمام 100%، بنكون احنا هيك خلصنا السوفت وير، بنشغل الشاشة والأمور بتكون طبيعية 100%. هلا في حال أعطى خطأ، حله موجود عندنا، وأنا راح أشرح لكم برضه الحل كمان كيف نحل الموضوع. لو مثلا أنا ما صار عندي مشكلة، صار عندكم أنتم مشكلة، نشوف هلا راح يبين 98 99 100. أنا عندي اكتمل، أعطى إنه خلص السوفت وير، وهيك الشاشة باعتبار خلصت السوفت وير تبعها، بنفصل سلك اليو اس بي، بنطفي باور عنها، وبنرجع بنشغلها. هلا راح تشتغل الشاشة. في حال أعطاك خطأ في آخر الفيديو على 99%، أعطاك إنه ما اكتمل وأعطاك علامة حمراء، تعمل كالتالي: تفوت على فورمات اول اند داونلود وبس، تكبسها، تكبس داونلود وبتعطيها، بمسح كل محتويات الفلاشة القديمة وبنزل لك الفلاشة الجديدة. عشان يكون في ملفات مش متوافقة مع الإصدار الجديد. هلا لو أجينا اتفرجنا على الشاشة، اعذروني اللي ما عملت مونتاج، بعمل بالفيديو، خلينا هيك. شفنا هيك الشاشة، الشاشة الآن يعني تفتح، الواجهة الجديدة هيك صارت واجهة الشاشة. نفوت على الإعدادات، نمسحها، نروح على السيستم، نروح على About Car. زي ما احنا شايفين صار عندنا ستار أندرويد. أنا مش عارف عشان يتكبروا تعمل باك، طلعوا هنا ستار الأندرويد 11، وتبسنا عليه بدين ما نتفضل. صار إصدار أندرويد. تعرفوا هاي علامة الأصل على أندرويد. طبعاً كل الشاشات اللي نقدر نحدثها لا إصدار أندرويد. لازم نبص عشان نتفصل. هاي الشاشة اندرويد 11، وانا هي الواجهة طبعتها. هلا لو اجينا على الواي فاي، اتأكد انه رجع يشتغل. أولاً نتأكد إنه الواي فاي رجع تمام يشبك. هاي هيك أعطاك النت، شبك على الواي فاي مثل ما شايفين فوق. أعتقد إنك كمان بدنا نشوف كمان البلوتوث. هون الواي فاي اشتغل. هذه البلوتوث
نشغل البلوتوث على الجهاز هنا عشان نشوف. نطلب كور بلوتوث يعطينا بدها تشبك. تمام، يعطانا هاني ميوزك ديفايس از كونكتد، شبك 100% اسم الجهاز. مش عارف انا يا جماعه عشان بشتغل على طول بالتليفون سوشا. على كل حال هذا كان الفيديو تبعنا اليوم، تحديث شاشه اندرويد. اذا عجبكم الفيديو اضغط لايك واشتراك للقناه، وراح يكون الرابط تبع التحميلات موجود في الوصف. شكرا لكم والله يعطيكم الف عافيه.